مرحبا اخواتي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ معكم نضال قناة استراليوس. طمنون عنكم، انا كثير مشتاقكم. اليوم رح نحكي عن موضوع في كثير ناس بتحبه، وهو مين قال انه الرقص ما يعتبر تمرين؟ الرقص تمرين واكثر. السبب هو انه كثير في له فوائد، بيزيد من سرعه تنفسنا ودقات قلبنا، وهذا الشيء بخلينا نحرق سعرات حراريه اكثر واكثر، وغيرها بيقوي لنا الكتله العضليه. كان احنا كنا كرياضيين او نحن متابعين بهذا الموضوع، ان كان تمرين الرقص او الزومبا او اي شيء كان، هذا الشيء بيقوينا الكتله العضليه، وغير هيك بيعطينا مرونه وبيحسسنا بالتوازن. وبيني وبينكم احكي لكم قصه، انا من عشاق الرقص. ايه بس لا تقول لحدا. الموضوع الثاني هو سري، انا كنت اعطي في حبده دورات بالرقص، غير الرقص، حتى الرقص الشرقي كمان. باشا شيء اسمه رقص، باشا الاشتراك في القناة وتحفيز بالزر.